الطائرات المسيرة يعتمدها الحوثيون في هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، لعبت دوراً مهماً في الحروب التي اندلعت في سوريا وليبيا واليمن، وتستخدمها إسرائيل حالياً في حربها في قطاع غزة. فما هي المسيرات؟ الدرونز أو المسيرات هي أداة فاعلة بدون عنصر بشري في إدارتها بشكل مباشر، كلفة منخفضة. الشيء الآخر إن أنت قادر على نفي ارتباطك بالعملية العسكرية، إنه في طيران مجهول، إنه في درونز مجهولة الهوية قامت بالعملية إكس. برز استخدام الطائرات المسيرة في الصراعات المسلحة التي اندلعت في سوريا، ليبيا واليمن بعد ثورات الربيع العربي. تدخلت أطراف خارجية لدعم الجهات المتحاربة في هذه الدول، لا سيما تركيا. في المشهد السوري استخدام الأتراك لدرونز ضد سواء قوات الأسد سواء القوات الروسية كانت بداية لفكرة ثورة الدرونز أو ثورة المسيرات في المنطقة، وبعد كده تم استخدامها في الملف الليبي ثم بعد ذلك ناغورنو كاراباخ. وبالتالي الاستخدام التركي الموسع للدرونز في ثلاث مناطق مختلفة وثلاث بيئات مختلفة في اعتقادي أدى إلى الناس كلها ابتدت تستوعب مدى تأثير الدرونز على المشهد الاستراتيجي. ماذا عن اللاعبين الكبار الذين يصنعون ويصدرون المسيرات في الشرق الأوسط؟ تقسيم اللاعبين في مجال المسيرات هو حوالي 6 لاعبين مع فوارق. أول لاعب أنا في اعتقادي هي إسرائيل، لأنه هي أول دولة قامت باستخدام الدرونز في حرب لبنان في الثمانينات، وتليها طبعاً تركيا. جزء كبير من الصناعات التركية صناعات محلية. بعد تركيا إيران، وإيران هي لاعب أساسي، طبعاً هي تحت الحصار والعقوبات الاقتصادية، وبالتالي كانت مضطرة تطوير صناعات محلية. ثم بعد هذا الثلاثي هناك الثلاثي العربي، الإمارات العربية المتحدة، السعودية، ثم مصر. فشلت عدة جيوش عربية في مواجهة الطائرات المسيرة في معارك عدة، فهل من الصعب تدمير هذه الطائرات الصغيرة؟ إلى الآن لا توجد أنظمة واضحة ومباشرة لمكافحة الدرونز، مكافحة المسيرات. أغلبها في وضع التجريب، أولاً بسبب كثافتها. إحنا ما بنتكلمش على مسيرة واحدة، بنتكلم على أسراب من المسيرات، وبالتالي كيف يتم التعامل مع هذا الكم وهذا العدد. كمان إحنا بنتحدث على أجسام صغيرة نسبية، وبالتالي ده مش مجرد معضلة للمنطقة العربية ولكن معضلة دولية على مستوى إيه هي الطرق الأمثل لمكافحة الدرونز.